عمان الأصالة تعيش اليوم عرسا وطنيا شبابيا مجيدا، إذ توشحت صدورنا جميعا بألوان علم السلطنة التي تتفاخر يوما بعد يوم بمسيرة النهضة. لعل مجال البحث العلمي خير دليل على الاهتمام السامي من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، واستمرارا في العهد السعيد من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، لما للشباب والإبداع والابتكار الكامن لديهم فائدة جمة لرقي ونهضة المجتمع العماني، ولرسم ملامح وطن بفرشات إبداع شاب تخطو بخطوات واثقة نحو القمة بثبات وهمة عالية، ولا يرضى أن يحل وصيفا دائما ما كانت القمة مسعاه ومبتغاه. نهضة الشعوب المتقدمة لا تتأتى إلا بسواعد شبابها المخلص والساعي للأفضل في مجال موهبته وعمله، والشاب العماني هو أيقونة إيجابية فارقة في حياكة اسم عمان بأفخر وأغلى التطريزات في لوحة نقشت بأنامل عمانية فتية كرست عقولها لبناء عمان المستقبل ولتؤكد على استمرارية حضارة عريقة الأصالة. وختام تقريرنا بهمسة في أذن كل شاب عماني: عمان تتباهى بكم، فأنتم شمعة نورها، فأنيروا بها دروب الإبداع ووثقوا أواصر المحبة الأصيلة التي ربيتم بها، أنتم ثم أنتم ثم أنتم أيقونة لامعة في جبين عمان العز وتاج تفخر به الأمم. صباحكم ومساؤكم نهضة وطن، وكل عام وعمان في رخاء وسعادة.